يقول: القول بأن أرواح الأموات تلتقي بأرواح الأحياء عند موتهم ونومهم، يقول: ألا يقال بأن هذا من علم الغيب الذي يحتاج إثباته إلى دليل سمعي؟ سبحان الله، ما تسمع الآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامنا. تجتمع الأرواح، أرواح الأموات وأرواح النوام، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى اللي هي نائمة واستيقظت. اقرأ الآية يا أخي. نعم، تقول تطلب دليل ولا يهمك. نعم.